متى البداية؟ حقيقة نبدأ ينبغي أن نبدأ منذ أن تحمل به أمه. أن تحمل الأم يبدأ من القرآن. متى؟ كيف؟ يستمع الاستماع، تكثر الأم من الاستماع والقراءة، وهذا على الجنين ثبت علميا ويأثر. أضرب لكم مثالا، طفل في الجزائر اسمه عبد الرحمن. هذا الطفل قبل عدة سنوات كان أصغر حافظ على مستوى العالم الإسلامي، عمره 4 سنوات إلا، كان أصغر حافظ في العالم الإسلامي. والسبب وموجود اللقاء في اليوتيوب، ممكن ترجعون إليه وثق. يعني قيل لأمي موسى ما السبب؟ الطفل هذا، الطفل عبد الرحمن، تأخر نطقه إلى 2 سنين وشوية، يعني ما نطق، بعض الناس تنطق بعد 1 سنة وشوية، هذا الطفل تأخر نطقه، ما كان ينطق. وأول ما بدأ ينطق بدأ يتمتم بكلمات من سورة الكهف. قال إن كانت أمه إيش كثيرا ما تسمع سورة الكهف وتقرأها. فلذلك حتى من سن، هذا من سن تقريبا تقول لما يبدأ بالحمل حتى 2 سنين اكثر من استماع. بعد 2 سنين إلى 1 سنة يبدأ يلقن تلقين مع الاستماع، تلقين مع استماعات جهة التلقين. إلى 3 سنوات صغار السور وبعض الكلمات من القرآن. من 3 سنوات إلى 5 سنوات تبدأ الآن في مراكز متخصصة في تدريس القاعدة المطورة على القاعدة النورانية. طبعا بدأت بالقاعدة النورانية، ثم لخص في نور البيان، ثم في هبة الرحمن، ثم في منة الرحمن.